بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 69. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا السائل يقول: ما المراد بالآية الكريمة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية من سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فهذه الآيات فيها فتح باب التوبة للمذنبين، وإن عظمت ذنوبهم فإنهم لا يقنطون من رحمة الله بل يتوبون إلى الله ويسارعون إلى ذلك قبل أن يأتيهم الموت أو يعرض لهم عارض يشغلهم عن التوبة، ويبقون على ذنوبهم يواجهون بها ربهم يوم القيامة. عليهم أن يتوبوا إلى الله ويتخلصوا من ذنوبهم بسرعة ما أمكنهم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هناك من ينهمك من الناس في متاع الدنيا ويجرون خلفها متناسين الآخرة، ما سبب هذا الانغماس في ملهيات الدنيا وماذا يجب على المسلم؟ نعم، هذا شيء واقع، وهو أن بعض الناس ينغمس في شهوات الدنيا وملذاتها ويعرض عن الآخرة، وهذا حرمان من الله عز وجل، وهذا تعجل نصيبه في الدنيا ولم يعمل لآخرته، فهذا خسران مبين. فعلى المسلم أن يأخذ من مباحات الدنيا ما يحتاج إليه، وأن يستعين به على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا ينغمس في ملذات الدنيا ويعرض عن الآخرة، فإن الدنيا فانية والآخرة باقية والموت قريب، فعلى المسلم أن يبادر. نعم. فضيلة الشيخ يقول هذا السائل بأن لديه مكان ودكان للبيع بالعقار، ما هو ضابط العربون الذي يأخذه العقاري؟ وإذا لم يتم البيع كيف يرجع العربون؟ نعم، الوساطة في البيع والشراء والسمسرة، اللي يسمونه السمسرة، فهذا أمر مباح لا بأس. والعربون، أخذ العربون أيضا جائز على الصحيح، لأن إذا شرى السلعة وكان له الخيار، كان له الخيار، خيار الشرط، فيؤخذ عليه العربون من أجل توثيق البيع وعدم نسيانه، فيؤخذ العربون وهو بعض الثمن. العربون من الثمن، هو بعض الثمن، وهو للبايع وليس للمشتري، وللبايع والمشتري له السمسرة. السمسرة ما يعطى للسمسار من البايع أو المشتري في عقود البيع. نعم. شيخ صالح، بالنسبة لبناء المساجد، هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد أو ما ملحقاتها أو دورات المياه؟ لا يجوز دفع الزكاة في المساجد والأعمال الخيرية، بل هي لما حصره الله في الآية: إنما الصدقات، يعني الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، الله عليم حكيم. الزكاة تصرف في هذه المصارف الثمانية لأن الله حصرها فيها، وأما المشاريع الخيرية فتمول من التبرعات، تمول من التبرعات ومن أعمال الخير، وأما الزكاة فهي تخص بمن خصها الله بهم في هذه الأصناف الثمانية. نعم. استفسر عن كتاب تفسير الجلالين للقرآن. تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي
المحلي وجلال الدين آخر جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوط وشيخه المحلي. لهذا سمي تفسير الجلالين أي المحلي والسيوطي، وتفسير مختصر ومفيد أيضا، ولكنه فيه غلطات من جهة الصفات، فإنه فيه تأويل للصفات على مذهب أشياخهم، ولكن الجلالين مفيد ومعتمد أيضا، ولكن لا يؤخذ منه الكلام في أمور الصفات والعقيد، نعم، لأنهم أشاعر. نعم. وأفضل شيء من هذه التفاسير التي يقرأ بها؟ أفضل شيء من التفاسير تفسير المطول بن جرير والمختصر ابن كثير والبغوي، هذه أفضل شيء. ولحق أخيرا تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، هو تفسير جيد سهل أيضا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. بالنسبة للشعر الكثيف يا شيخ صالح، إذا كان على الحاجبين ومشوه للوجه للفتاة، هل يصح إزالته؟ نعم، يجوز إزالة التشويه، لا بأس به، لأنه من العلاج. نعم. السائل يقول: في رمضان أنا عندي حفيز محل للأحذية عزكم الله، فما حكم تركي لصلاة التراويح مع الجماعة حيث أصلي الفرض وأخرج لمكاني؟ هذا خسران عليك، عليك أن تصلي التراويح مع المسلمين وتذهب إلى دكانك بعد التراويح، فتجمع بين الحسنيين، تجمع بين الحسنيين صلاة التراويح وطلب الرزق. نعم. أيهما أحسن شيخ، اتخاذ مكان واحد للسنة للصلاة أم تغيير المكان؟ لم يرد في تغيير المكان شيء، فإذا صلى في السنة الفريضة والسنة في مكان واحد فلا بأس، وإن صلى الفريضة في مكان وانتقل إلى مكان آخر وصلى فيه النافلة فلا بأس بذلك، الأمر واسع في هذا. نعم. شيخ الكريم يقول: السائل هذا في حديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، اشرحوا لي هذا الحديث، وأيضا النزول هذا يا شيخ هل هو نزول حقيقي؟ نعم، هو نزول حقيقي، لكن يليق بجلال الله سبحانه، والله على كل شيء قدير، هو خالق السماوات والأرض، خالق العرش، هو قادر على كل شيء، ولا يقاس نزوله بنزول المخلوق، وإنما هو نزول الخالق سبحانه وتعالى، لا يقاس بخلقه، فنثبت النزول، وحديثه صحيح وثابت، بل ثابت برواية كثيرة، وعده بعض العلماء من الأمور القطعية، ثبوته قطعي متواتر عند بعض العلماء، النزول الإلهي ثابت، وهو الإيمان به من الإيمان بالعقيدة، فنؤمن بنزول الله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ونقول هو نزول يليق بجلال الله، وليس كنزولنا من محل إلى محل كما يتوهمه بعض الجهال، بل نقول هذا خاص بالله، هو من جملة أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، شخص ابتلي بالحسد فكيف يعالج نفسه، وما الأضرار المترتبة على الحسد؟ إذا رأى مثلا من أنعم الله عليه أن يدعو له بالبركة ويسأل الله أن يعطيه مثل ما أعطاه، فضل الله واسع، قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ثم قال: واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، أسأل الله يعطيك مثل ما أعطى هذا المنعم عليه، ولا تحسده على ما أعطاه الله، بل تدعو له بالبركة. نعم. يقول الشيخ: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ لا فرق بينهما، كلاهما من أفعال الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: أرجو أن تجيبوني على سؤالي في قضاء الفوائت الذي كنت قد تركتها في بداية حياتي. لا قضاء للنوافل، النوافل إذا فاتت لا تقضى، إلا راتبة الفجر إذا انشغل الإنسان عنها فإنه يقضيها بعد ارتفاع الشمس. نعم. وإذا كان هذا الشخص قد ترك الفرائض في سنوات عمره، يقول: وأريد الآن أن أعوض وأصليها. شيخ، أبدا يتوب إلى الله ويحافظ على الفرائض في مستقبل حياته، وما مضى يعفو الله عنه بالتوبة. نعم. يقول: لماذا حرم الذهب على الرجال؟ لأنه من الرفاهية والزينة، والرجال ليسوا بحاجة إلى التزين بالذهب.
الذهب، هذا من خواص النساء، من حلي فيه تشبه بالنساء، والرجل أكرمه الله بالرجولة والشهامة، والتزين بالذهب يدل على الرقة والترف، وهذا لا يليق بالرجل. نعم. يقول الشيخ: ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المقيد بعد أدبار الصلوات المفروضة في جماعة، وأما في أيام التشريق، وأما التكبير المطلق فهو في كل وقت، أن يكبر الله جل وعلا قائما وقاعدا وماشيا وعلى كل حال. نعم. يقول في الآية يا شيخ، في هذه الآية المباركة: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم، الآية واضحة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهو قادر على أن يخلقها في لحظة أو في يوم واحد، لكنه أراد بذلك أن يتعلم العباد التمهل في العمل وإتقان العمل وعدم العجلة. ثم استوى أي علا وارتفع واستقر على العرش، وهو سقف المخلوقات، والعرش هذا ثابت في الكتاب والسنة وفي أخبار الله سبحانه وتعالى، وهو لا يقدر على وصفه وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الشيخ: التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه، وهل له أقسام؟ التوسل بالشخص هذا حرام، بدعة، سواء بالأنبياء أو غيره، إنما يتوسل إلى الله بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، كقصة الذين انطبق عليهم الصخرة وسدت عليهم الغار، فكل واحد منهم توسل إلى الله بصالح عمله، فزحزح الله الصخرة عن فم الغار وخرجوا يمشون. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: ربنا آمنا، مثل قولهم: ربنا آمنا بما أنزلت، تبعنا الرسول، اكتبنا مع الشاهدين. فالتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة هذا أمر طيب. نعم. يا شيخ، يقول هذا السائل أبو محمد: هل يكتفي أو هل يكفي النطق بالشهادتين للداخل في الإسلام، أم لا بد أن يكتمل إسلام المرء؟ النطق بالشهادتين يدخله في الإسلام، لكن عليه أن يؤدي أركان الإسلام: الصلاة والزكاة والحج وصيام رمضان، عليه أن يؤدي أركان الإسلام، وإلا لا تصح شهادتان إذا ترك أركان الإسلام متعمدا أو جاحدا لها، لا ينفعه الشهادتان. نعم. يقول: يرى بعض الناس يا شيخ من كان اسمه محمد فلا يضره شيء، ولا تلدغه عقرب، ولا يؤذيه حيوان، ما صحة هذا له؟ من الخرافات. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لدغته العقرب عليه الصلاة والسلام. الاسم ما يكفي. نعم. بل العمل الصالح وأيضا الاحتياط بذكر الله وأذكار الصباح والمساء والأوراد هي التي تقي الإنسان بإذن الله. نعم. هل يعذر الإنسان بجهله في أمور العقيدة وفي أمور أخرى؟ لا يعذر بجهله في أمور العقيدة، وعنده من يعلمه. نعم. من الأسئلة التي وردت فضيلة الشيخ، يقول: تجليد المصاحف في وقتنا الحاضر كثر بالنسبة للطلاب أو للقائمين على المساجد. طيب، هذا طيب، في حماية للكتب وصيانة لها. نعم. طيب هذا. نعم. له فقرة أخرى يا شيخ صالح، يقول: بعض القائمين على بعض المساجد لا يتعاهدون المسجد ربما بالبخور، فبعض المصلي بعض المساجد يكون لها ريحة، فماذا يجب على من قام على هذا المسجد؟ يجب على المحسنين أن يعتنوا بالمساجد، وعلى القائمين عليها أن يعتنوا بتنظيفها وتهيئتها وتطهيرها لاستقبال المصلين، هذا الذي على القائمين عليها. أما البخور إذا كان هناك أوقاف عليها بالبخور فلا من تنفيذها، أما إذا لم يكن هناك وتبرع مسلم بذلك فهذا شيء طيب. نعم. المشاركة في بناء المسجد مثل بالحديد أو البلوك أو غيرها من الأثاث يا شيخ، هل يكون لي المشاركة في بناء المسجد وأكون قد احتسبت الأجر؟ نعم، لك إن شاء الله الأجر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن التعاون على البر والتقوى أن تشارك في بناء المسجد بالحديد، بالسمنت، بالحجر، بما يتطلبه البناء. نعم. يقول: في كل جمعة تأتيني رسالة، وآخر رسالة جتني يا شيخ صالح: من ترك الصلاة عوقب بعشر أمور، وقال: انشرها إلى صديقك أو إلى قريبك تؤجر. هذا كذب وخرافة، العشر هذه خرافة وكذب، ولا يجوز نشرها ولا تنشرها، وحذر منها. نعم. تعلم العلم بالنسبة للشخص إذا كان للحصول على
الدرجات العلمية أو غيرها؟ وما حكم الشرع في نظركم في تعلم العلم؟ يجب على المسلم أن يتعلم ما يستقيم به دينه من العلم، وإذا تزود فهذا من الزيادة في الخير، ولا يثبطه المثبطون الذين يقولون أن تعلم من أجل الدنيا أنت، بل يستمر على طلب العلم النافع، وإن شاء الله سينتفع به وينفع به غيره، ولا يلتفت إلى المثبطين والمغرضين. نعم. هذا سائل فضيلة الشيخ الحقيقة له سؤال نختم به هذه الحلقة، يقول: هل كان هناك دعوات إصلاحية قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تحقيق التوحيد؟ نعم يا أخي، هناك الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيهم الدعاة إلى الله. قبل الشيخ رحمه الله دعاة إلى التوحيد، قبله الأئمة الأربعة، وقبله من كان قبل الأئمة الأربعة من العلماء الكبار الذين توارثوا هذا العلم وعملوا به ونشروه. وهذه الأمة فيها خير كثير، هي كالغيث لا يدرى نفعه في أوله أو في وسطه أو في آخره كما في الأثر. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هذه السائلة تقول: ما حكم التأخر في توزيع تركة الميت؟ هذا يرجع إلى المحكمة تنظر فيه، إن كان لغرض صحيح تأخير تركة الميت، تقسيمها لغرض صحيح كوفاء ديونه والنظر في وصاياه وما أشبه ذلك فلا بأس. نعم. الشيخ صالح، مقدار الدم إذا كان على الثوب وصلى الإنسان هل يكون نجسا؟ إذا كان دما فاحشا كثيرا فإنه لا يصح أن يصلي بثوب فيه دم كثير لأنه نجس، فيغسله أو يستبدله بثوب طاهر، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثياب، طهارة البقعة. نعم. أخيرا فضيلة الشيخ، الأشجار والنخيل التي في البيت عروقها تمتد إلى الصرف الصحي، هل نأكل من هذا الثمر؟ إذا كرهتموه فلا تأكلوا منه. شكر الله لكم الشيخين الكريم على ما بينتم وأفضتم وأجبتم الإخوة والأخوات في لقاء برنامج نور على الدرب، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وشكرا لفريق العمل في برنامج نور على الدرب، عبد الله المواش مسجل هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.